أيام قليلة تفصلنا عن العيد الوطني 43 لدولة الإمارات العربية المتحدة، فمن الصعب جدا أن يتجاهل الإنسان الإنجازات التي تحققت في خلال مسيرة الاتحاد في خلال 43 عام. أنا شخصيا عاصرت إنشاء الاتحاد لأني ولدت قبل سنة 71، فبخطفة ونظرة سريعة كيف كانت الإمارات قبل قيام دولة الإمارات وبعد الاتحاد، فمن الصعب جدا أن يتجاهل الإنسان كل الإنجازات التي تحققت في خلال هذه الفترة الوجيزة مقارنة بدول العالم. 43 عام من الإنجازات والطموح للوصول إلى مراتب الدول المتقدمة بدور القيادة وتلاحم الشعب مع القيادة، تم تحقيق هذا الإنجاز الذي يفخر به كل إماراتي وكل من يقيم على هذه الدولة الطيبة. فأستغل هذه المناسبة بتقديم أحر التهاني إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد حفظ الله، وإلى نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي رعاه الله، وإلى جميع أعضاء المجلس الأعلى الاتحادي، وأتمنى أن يدوم علينا الأمن والأمان وأن يعز دولة الإمارات وإلى المراتب الأولى دائما إن شاء الله.